وللحديث أكثر ينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار، الحديث عن تطورات العملات الأجنبية. سيد سركيس، بعد التحية أبدأ معك بمفاجأة البنك المركزي التركي بخفض سعر الفائدة على عكس المتوقع بتثبيتها، كيف انعكس ذلك على الليرة التركية على الرغم من معدلات التضخم القياسية التي شهدتها تركيا؟ صباح الخير. بالفعل فاجأ البنك المركزي التركي الأسواق في سياساته النقدية التي قام خلالها بخفض أسعار الفائدة من 14% إلى 13%، آخذين بعين الاعتبار كما تفضلت ارتفاع معدل التضخم لمستويات مرتفعة جدا وصلت لأكثر من 79%. هذا المزيج بين خفض الفائدة وارتفاع التضخم الهائل أسباب دفعت الليرة التركية للتداول قريبا من أدنى مستوياتها على الإطلاق، والتي تم تحقيقها شهر كانون الأول الماضي من عام 2021، حيث تم تداول الليرة التركية خلال الأسبوع الماضي عند مستويات 18 ليرة للدولار الأمريكي الواحد قبل أن تغلق ما دون هذا المستوى بقليل، لكن لتعلق أيضا قريبا من أدنى مستوياتها على الإطلاق. المستثمرون والمتداولون في العالم كانوا في مفاجأة من خفض الفائدة، لأن نحن نعلم اقتصاديا بأن ارتفاع معدلات التضخم يتطلب أن ترفع البنوك المركزية الفائدة، لكن على النقيض من ذلك يتوجه البنك المركزي التركي لتحفيز الاقتصاد من خلال خفض الفائدة، وهذا ما تسبب بانخفاض في الليرة التركية. نعم سركيس، أيضا الحديث ما زال قائما حول الفائدة ومعدلات التضخم. ارتفع المؤشر الدولار الأمريكي في ظل تصريحات مشددة حول السياسة النقدية من بعض أعضاء الفيدرالي الأمريكي، ما هو المتوقع للفائدة الأمريكية في اجتماع الفيدرالي الشهر المقبل؟ بالفعل ارتفع الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي أكثر من 2% أمام سلة العملات الرئيسية بحسب مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل سلة من العملات. التوقعات حاليا تشير لاحتمال رفع الفائدة بشكل مؤكد الشهر المقبل، لكن التباين في الآراء هو مقدار رفع الفائدة، فهنالك احتمالات كبيرة قد تصل قرابة 60% بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 50 نقطة أساس، لكن هنالك من يعتقد وبنسبة قريبة من 40% أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ب 75 نقطة أساس. البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخرا تثبت بأن الفيدرالي الأمريكي سيرفع الفائدة بالفعل، وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي كلها تتوجه إلى المطالبة برفع الفائدة، لكن مقدار الفائدة قد يتحدث أكثر هذا الأسبوع، خصوصا ونحن بانتظار اجتماعات ومؤتمرات جاكسون هول في الولايات المتحدة الأمريكية التي سيجتمع فيها أعضاء وكذلك كبار مسؤولي البنوك المركزية في العالم، والذي من ضمنهم جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خصوصا ونحن الآن قد استقبلنا المزيد من البيانات الاقتصادية. فبالتالي يوم الخميس المقبل والجمعة المقبل أيضا سنكون مع تصريحات من أعضاء البنوك المركزية، والتي منها رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لنشتق معلومات جديدة حول توجهات الاحتياطي الشهر المقبل، لكن على الأرجح قد يشير إلى رفع الفائدة ب50 نقطة أساس. نعم سركيس، أيضا حالة من التراجع شهدها اليوان الصيني مقابل الدولار في ظل خفض لسعر الفائدة الرئيسية من قبل بنك الشعب الصيني الأسبوع الماضي، كيف يؤثر هذا التفاوت والتباين بين سياسات كبرى اقتصاديات الدول على الأسواق المالية والاقتصاديات أو اقتصاديات الدول؟ نتحدث بعض الدول الكبرى تقوم بتجديد السياسة النقدية، وأيضا دول كبرى تقوم بخفضها. بالفعل قام بنك الشعب الصيني أو المركزي الصيني بخفض الفائدة، وهذا الخفض بالفائدة جاء بعد بيانات اقتصادية أثبتت انكماش الاقتصاد الصيني الربع الماضي من هذه السنة بنحو 2.6%. هذا الانكماش الاقتصادي جاء بعد إغلاقات كورونا التي حصلت في الصين خلال النصف الأول من هذه السنة، وبالتالي أجبر بنك الشعب الصيني على إجراء تحفيزات اقتصادية، ونحن نعلم بأن التحفيز الاقتصادي بحاجة لخفض بالفائدة.
تجاوب اليوان الصيني سلبا مع هذه الإجراءات، حيث انخفض أمام الدولار الأمريكي بأكثر قليلا من 1% على مدى الأسبوع الماضي، ليتم تداوله عن 6.8 يوان صيني لكل دولار أمريكي واحد. البنك الشعب الصيني قد يستمر في سياساته التحفيزية، ولا يجب أيضا أن ننسى التوترات الجيوسياسية التي تنشأ حديثا ما بين الولايات المتحدة والصين بسبب العلاقات التجارية التي تتوجه لإنشائها الولايات المتحدة مع تايوان، وهذا لا. أيضا يضعف نوعا ما اليوان الصيني على حساب الدولار الأمريكي الذي يستفيد أيضا من توقعات استمرار الفدرالي الأمريكي برفع الفائدة في وقت قد يستمر فيه بنك الشعب الصيني في تحفيز الاقتصاد. نعم، محلل أول أسواق مالية في إيكويتي جروب سركيس نزار، شكرا جزيلا لك.